اليوم الفيدرالية الديمقراطية الشوق بمناسبة فتح حماي كتنظم تظاهرة على مستوى مركزي شعار جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الحكومية لا شعبية. حنا كنعتبروا أن هذا الشعار كيخص السياق ديال نضالنا منذ أكثر من 3 سنوات ضد هذه السياسة الحكومية الحالية اللي عرفت كلها تراجعات على المستوى الاجتماعي وهجوم كبير على المكتسبات والحقوق الاجتماعية. لذلك نعتبروا على أن الجبهة الاجتماعية هي الحل للمرحلي لمواجهة هذه الحكومة ووقف سلسلة الهجمات ديالها على المكتسبات الاجتماعية، وهي الحل الحركة النقابية لكي تعطي نفسها ميزان قوة أكبر لمواجهة هذه السياسة وفتح آفاق المستقبل. بطبيعة الحال حنا كفيدرالية ديمقراطية الشوق كنعتبروا على أنه أيضا خصنا نشتغلوا على المستوى الداخلي من أجل تقوية الجبهة الداخلية للفيدرالية ديمقراطية الشوق وإعطاء فرصة أكبر لنجاح كل مبادرات الوحدوية ضد هذه السياسة الحكومية.